تحديدا. مقبلين بقى عليه زي ما احنا شايفين كده، مقبلين على المباراه اللي جايه هتكون يوم الجمعه القادم ان شاء الله باذن الله تعالى مع فريق المصري البورسعيدي. مباراه ايضا غايه في القوه والصعوبه، ومباراه من ضمن المباريات الجماهيريه بكل تاكيد، ومباراه كلاسيكيه من كلاسيكيات الدوري المصري في الحقيقه، فمباراه هتبقى غايه في الصعوبه والاهلي هيستعد ليها بشكل جيد. هتخش بعديهم على مباراه الزمالك في السوبر يوم 20، ومباراه الزمالك في الدوري يوم 24 زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين مباراه الاهلي وسان داونز يوم 29 من الشهر الجاري، وده خلاص بشكل رسمي، وفي نهايه بمباراه سان داونز في جنوب افريقيا. احنا بنحاول بس ايه نفكر بعد كده بالتحديات، لان في الحقيقه ده اكتر شهر او اكتر فتره ومرحله حاسمه في مشوار النادي الاهلي سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. عشان نبقى متفقين مع بعض، اهم تحدي هي بطوله دوري ابطال افريقيا بصراحه كده. انت دلوقتي متصدر ترتيب جدول الدوري العام بفارق 10 نقاط على المقاولين، عندهم مباراه النهارده بالمناسبه، لو خسروا مثلا هيبقى 10 نقاط فارق، وانت ليك ايضا مباريات مؤجله، يعني مقاولين لاعب زياده عنك مباريات مؤجله، فانت واخد راحتك نسبيا، ودي من ضمن الامور اللي هتساعد جدا الفريق خلال المرحله اللي جايه بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا. وانت بتاخد خطوه سان داونز وبتفوز فيها باذن الله تعالى سواء ذهابا او ايابا، وده امر هيكون غايه في الاهميه، واثقين كل ثقه في لاعبتنا، فان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مختلف المباريات. هنفضل بعد كل مباراه كده نعلم واحده واحده عن المباراه والتحدي اللي انتهى. ابتدينا بيراميدز طلائع، ان شاء الله التحدي الجاي بيراميد، التحدي الجاي المصري ننتهي منه ونخش بقى على مباراتي الزمالك، مباراتين اقوياء جدا جدا. طيب ده فيما يتعلق بمباراه الامس ما بين الاهلي وطلائع الجيش، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في كمان اداء افضل من كده على حسب كل مباراه طبعا، والاهداف اللي انت بتسعى لتحقيقها على مدار كل مباراه. لكن من ضمن الامور الهامه وبتهم النادي الاهلي هو فيما يتعلق بعقوبات لجنه الانضباط الاتحاد المصري لكره القدم، بالتحديد بعد مباراه بيراميدز، وشفنا يعني مشاكل كتير جدا بعد هدف النادي الاهلي الثاني تحديدا.